سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ما أنت رمتي فتح عربي تاعي أنا جاي مدنيا شكلا وكلا دا إيو بلا فلين تاعي أنت كتشوك تاعي يا باستور كبا. إن أنا ألك كوسو دوينو درون كا ديار دا مقالة كروه مدحويني هراء دولة بودلان مدحويني عبد الولي مع الغاز مدحويني سودو صدحه تبانكي بلاد أتكلم عن أي دوا نبات هذه تايب نعم نجا دقالها هي السياسة دبا وحسلوني الحمد لله رب العالمين سنة كلا صعدا في بيرتي جوا وروب في عم بداي إلى هذين كي اللي روبات كي جوا نهاد بيل بام دكوا أبا كارنا مكاسنا تروح أباري نمشي ندكوا برواه أنا والله نسيم الحويني هذا وضل كيات حكومين سيشان تسنم وحوالي بمدح ويني هل قاعد كيكا تكتاي وراء عنو غسي دقات اللي بيتشوغان وفي عاية دلقو وحي اسو رئيسيا ايو خلينا المركة عاد بكتاي بان وضغالان دونا هذا ياد بان نكاقا ما هدنا غينا مدح ويانو قاعد ليا افكي دولة بلان ودن انا نغال السوق قيب قشور شركي وضطشي مدح وينو باقي وادي انا لقو عزمي الآن بعد السلام يا دمانتي الآن يا آن أيام أوم بهم نقيا صاحب كي ولال كي قدوميها قولها وكل هذا بلدان عبد الرشيد أضياشة حل بها النظا صاحب بضايا الدولة وزير هذا إيو شعبوين هكلا يربوط لها يا مانتي بسودوي عاصمة الدلكة sida walaalkay sheegay muddo 13 bilood ayaan ka maqnaa dalka dabcan si dhow baan la socday horumarka iyo isbeddelada iyo wanaaga badan ee dalka ka jira dabcan ducadana way ku soo kabeeyay runtii inta subban hadda awooda sida uu sheegay Cabdirashiidna dadka waan imid waana joogaya shirka muhiimka ah oo madaxweynuhu ku baaqayna laguna casuumeeyna waan ka qayb galaya insha Allah shirkana waxa uu rajaynayaa in wax wanaagsan oo masiirka Puntland oo marka Puntland baritaaro inuu ay ka soo baxan insha Allah wixii talaa hadee odaynimana oo talaba khayrimaya waan ka geysanayaa insha Allah dadka yiraahdo marka yani waa ku joogaya dalka si mug leh baan soo wareysan doonaa saaxiibaday soo dhaweynta qaaliga ah rag iyo dumar bal ah soo dhaweeyay oo gudoomiyuhu horeeyana aad iyo aad u mahadsantahay